تعتبر بامتداد الاختلاف أن الفساد وريع سياسي هو هذه الخطى التي سمحت لهن بولوج المؤسسات السياسية والشريعة. حين نجد أن الانتخابات الداخلية لتشكيل الخطى ليست ديمقراطية، حيث أن أغلب الفائزات هن إما زوجات أو بنات مسؤولين عن تلك العادات السياسية. عندي واحد ملاحظتين زائد هذا السؤال. عدم الاتفاق بين الأحزاب يظهر فقط في وسائل الإعلام، أما ما عدا ذلك فكل متفق على مصالحه الخاصة، والخاصة هنا هي مصالح قيادة الأحزاب. الملاحظة الثانية هي أظن أن النساء لديهن أكثر من النصف داخل الهيئات السياسية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ما دام أنهن هن المتحكمات في أزواجهن. أصبحنا بين قوسين، عندما نريد شيئا من مسؤول حزب أو برلماني نلجأ إلى زوجته.